السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم ححكي فيه عن نقطة جدا جدا مهمة، وهي من الأسباب اللي بتخلي إرادتنا تضعف ضد أي دايت، أو بتخلينا بسرعة نترك الدايت وما نقدر نستمر فيه لقدام أو فترة زمنية أكثر، وهي كيفية علاج شهوة الجوع عنا. من كلمة علاج شهوة الجوع، كلمة علاج يعني الشغلة هذه بتعني إنها مرض، وكلمة شهوة يعني هذه شغلة خارج عن إرادتنا، إحنا مش قادرين إننا نتحكم فيها. كتار منا ممكن بيقابلوا ناس في حياتهم أو أشخاص كان وزنهم كتير كبير وفقدوا وزن كتير من أوزانهم، ولما بتسألهم كيف أنتوا وصلتوا لهاي المرحلة أو كيف خسرتوا هذا الوزن، بيحكوا لكم من إرادتنا. صح إنه الإرادة هي بتلعب دور كبير مهم في إنه ممكن نخسر أوزاننا ونستمر وقت أكثر بالدايت، ولكن برضو في شغلات خارج عن إرادتنا قادرة إنها تتحكم فينا وإحنا ما بنقدر نسيطر عليها إذا كنا بنعاني من مشكلة معينة، وهي شهوتنا للجوع أو الجوع المستمر اللي بنحس فيه خلال فترة الدايت. ما في حدا عمل دايت لفترة زمنية طويلة واستمر عليه وكان السر وراء انتظامه واستمراره بهذا الدايت إنه إرادته قوية، لا، الموضوع انتو فاهمينه غلط. الشخص هذا بيكون عمل دايت صح، فهرموناته من جوا انظبطت وبطل يحس بالجوع، فقدر انه يستمر اكتر وقت ممكن بالدايت وخسر وزن كبير. اذا انا عملت دايت صح على خطى صح وبطلت احس بالجوع، شو اللي ممكن يخليني اكسر الدايت، او شو اللي يخليني ممكن اني اتضعف ارادتي وما استمر؟ وهذه اهم شغلة مهمة، وهي اللي بتقوي إرادتنا مع الدايت وبتخلينا نقدر نستمر أكثر وقت ممكن وأطول وقت ممكن لغاية ما نوصل للوزن المناسب إلنا. علشان هيك أهم شغلة إنه إحنا نكون ماشيين على نظام صحي مدروس. هذا النظام بيقدر يزبط هرموناتنا الداخلية، بيقدر يزبط عنا هرمون الليبتين اللي هو هرمون الجوع، وبيقدر يزبط عنا برضو هرمون الإنسولين اللي هو الهرمون اللي دايما بيكون مرتفع بالدم لما إحنا بناكل كتير سكريات وحلويات ونشويات. اوعكم تفكروا انه في حدا في الدنيا قدر ينتصر على الجوع وهو بيعمل انظمة عشوائية او انظمة حرمان. ممكن يصمد يوم او يومين او بالكتير اسبوع، وبعد هيك يصير يفلت كل فترة والتانية، او الفترة اللي بيكون بيعمل فيها دايت حالته النفسية بالمرة مش مرتاحة، وبيفقد كتير من فيتامينات جسمه، وبتبدأ الاعراض تظهر على شعره، على شكله، على وجهه، على اسنانه. الشخص الشاطر بياخد برنامج غذائي مظبوط صح، بيمدنا بكل العناصر الغذائية اللي هاي العناصر بتقدر فيها تزبط هرموناتنا من الداخل، ومش رح تفرض علينا بعد هيك اي اشارات ممكن تخلينا نطلع من الدايت تبعنا. 60 أو 70% من نجاح اي دايت تبعك هو انه يزبط هرموناتنا بالاول، وبالتالي بنقدر نمشي بالدايت من غير اي مشاكل وبنستمر عليه اطول وقت ممكن. يمكن كتير منكم بيسألني شو يعني هرمون الليبتين. هرمون الليبتين هو الهرمون اللي بينفرز للمخ وبيعطي إشارة إنه خلص أنا هلقيت شبعت وعندي كمية من الأكل بتكفيني لمدة طويلة. طيب عشان أنا أبسط لكم الموضوع، بدي أضرب لكم مثال بسيط علشان تفهموا كلامي أكتر. مثلا أنت وصديقتك، صديقتك فيها تاكل وجبة أو وجبتين في اليوم وتشبع، أما أنت ممكن تاكلي على مدار اليوم أكتر من 5 أو 6 وجبات وبرضه مش قادرة تحسي بالشبع. يا ترى شو الفرق بينك وبينها؟ أكيد بيكون هناك سبب. من الطبيعي تكون صديقتك اللي بتحس بالشبع بتاكل عناصر غذائية صح ومشبعة وجسمها محتاجها، وبالتالي الهرمونات عندها ما فيها خربطة، وخاصة هرمون الشبع بيقدر يوصل إشارته للمخ بكل سهولة. أما أنت اللي دايما حاسة بالجوع ومش قادرة إنك تشعري بالشبع، أكيد عندك خلل في هرموناتك، وخاصة هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، الإشارة مش قادرة توصل صح للمخ. طيب شو السبب؟ اكيد السبب انه العناصر الغذائية اللي انت بتاكليها او اللي انت بتاكلها هي اللي عملت عنا هذه الخربطة. وركزوا معي منيح، المعكرونة، الرز، والطحين الابيض، والسكر، هذول الشغلات هم بيعملوا حاجب على المخ، بيمنعوا اشارة هرمون الليبتين انها توصل للمخ وتحكي له انه انا خلص اكتفيت وشبعت. هذه الثلاث شغلات او الاربع شغلات كتير بتأثر على هرمون الشبع انه ما بيقدر يوصل المسج للمخ صح، فبالتالي احنا بنضلنا جوعانين على مدار اليوم وما بنقدر نحس بالشبع. فهذه اول شغلة من الشغلات اللي احنا لازم نظبطها علشان نقدر نتحكم في الجوع تبعنا. كتير من البرامج الغذائية بنلاقيهم حاطين فيهم سناكس شوكولاتة وكتير من الحلويات او كتير من الكربوهيدرات، وبتلاقي الشخص وهو بيعمل النظام الغذائي تبعه دايما حاسس بالجوع ودايما متعصب ومش مرتاح، وفي الاخر بيضطر انه يترك النظام او يعمل نظام تاني.
هذه أهم شغلة لازم إحنا ننتبه منها، وهي اللي بتخلي عنا دايما هرمون الشبع في خلل ومش قادر يوصل الإشارات صح للمخ. وهي شو مشكلة الإنسان السمين إلا إنه ما بيقدرش يحس بالشبع وبياكل وجبات كتير على مدار اليوم؟ الشخص اللي دايما عنده سمنة، الشخص اللي مش قادر يسيطر على حاله، مشكلته الوحيدة إنه ما بيقدر يشبع. لو إنه بيقدر يشبع وبيكتفي بوجبة أو وجبتين في اليوم، فهذا الشخص أكيد مش حيكون عرضة للسمنة. علشان هيك إحنا لو زبطنا هرمون الشبع تبعنا بأكل عناصر غذائية صحية، بعيدا عن السكر، بعيدا عن النشويات، بعيدا عن الكربوهيدرات العالية، أكيد إحنا بنعالج أول مشكلة عنا، هو إنه بنقدر نحس بالشبع وتوصل المسج للمخ بطريقة سهلة وسريعة بإذن الله، ونبطل نجوع أكثر خلال اليوم. كمان شغلة كتير مهمة رح أحكي لكم عنها بتقدر تخليكم تتحكموا بأنفسكم وبطريقة الجوع اللي بتحسوا فيها على مدار اليوم، وهو إنه نثبت معاد وجباتنا خلال اليوم. يعني كل يوم بفطر على الساعة 9 وبتغدى على الساعة 2 كمثال، 2 الظهر، فيوميا لازم بنفس المعاد أكل على الساعة 9 الفطور وأخذ الغداء تبعي على الساعة 2. هذه شغلة كتير بتفرق في التحكم بالجوع تبعنا، ببساطة لأنه الجسم لما يتعود على معاد معين بيدخله في الأكل، لو أنا جعت قبل الساعة 9 فبتلاقي الجسم رح يصبر حاله ويحكي للمخ لا استنى، إحنا كل يوم بيدخلنا الأكل في المعاد كذا. فعلا الجسم بيقدر يتحمل وبيستنى معاد وجبته الساعة 9 وبجوع وباكل ساعتها. أما إذا إحنا كنا أشخاص عشوائيين ما فيش عنا معاد محدد لوجباتنا، حتلاقي الجسم كل شوية بالجوع والمخ بيستجيب له وبناكل بشكل عشوائي ووجبات مش محددة، وكل شوية بيكون عنا الأنسولين مرتفع جدا بالدم وهرموناتنا متخربطة وما بنقدرش نحس بالشبع. علشان هيك نقطة كتير مهمة إنه نحدد معاد واحد لوجباتنا يوميا، بفطر الساعة كذا وبتغدى الساعة كذا وبتعشى الساعة كذا، ما أغير هذه المواعيد، وصدقوني رح تفرق معكم ورح تنظموا فيها وجباتكم وتقدروا من خلالها تقللوا الوجبات اللي بتاخدوها على مدار اليوم، وبين وجبة وجبة مش رح تحسوا بالشبع لأنكم عودتوا جسمكم على نمط ومعاد معين بيدخلوا فيه الغذاء بشكل صح. يعني بهيك لحتى الآن عرفنا إيش بدنا نعمل. أول حاجة نعمل برامج غذائية بتهدف إلى ضبط هرموناتنا وخاصة هرمون الجوع وهرمون الأنسولين. تاني شغلة إنه إحنا نحدد معاد معين لوجباتنا خلال اليوم وهذا المعاد ما يتغير. ومن هنا طلعت فكرة نظام الصيام المتقطع، النظام اللي كتير مشهور ومعروف وناجح في تحديد معاد الوجبات، وعن جد أثبت فعاليته لو إحنا عملناه صح بوجبات صح. شغلة تانية مهمة وضرورية كتير بدي أحكي لكم إياها، وهي بتساعد وبتساهم بشكل كبير إنها تقلل من شهيتنا وبتقلل من شعورنا بالجوع خلال اليوم، وهي إنه لازم بكل وجباتنا ناخد الثلاث عناصر الرئيسية اللي ربنا خلقهم إلنا بالطبيعية، البروتين، الكربوهيدرات الصحية والدهون. لأنه ببساطة لو الجسم ما دخلتلوش العناصر الغذائية هذه، سواء إحنا بنعمل دايت وبرامج غذائية أو بيومنا العادي، الجسم راح يطلب هذه العناصر. ولكن حاجة مهمة كتير، الجسم مش حيطلبهم على هيئتهم المعروفة. يعني الجسم مش حيحكي أنا جوعان بدي بروتين، أو أنا جوعان بدي كربوهيدرات، أو أنا جوعان بدي دهون. لا، للأسف الجسم حيطلبهم على هيئة سكر. الجسم لما بيجوع أو بيفتقد عنصر من العناصر الغذائية الأساسية اللي هو بحاجة إلها، بيطلبها المخ على هيئة سكر. وللأسف إحنا بنستجيب بطريقة خاطئة وبنروح ناكل سكريات وحلويات وشغلات بترفع الأنسولين عنا. عرفتوا ليش الأنظمة الغذائية العشوائية غلط؟ عرفتوا ليش أنظمة الحرمان غلط؟ لأنه الجسم في فترة هذه البرامج بيكون دايما تعبان ومنهك وبيطلب الأكل على شكل سكر. علشان هيك في الآخر بنترك هاي الأنظمة ما نقدرش نستمر عليها أو نعتبرها أسلوب حياة لمدى الأبد. علشان هيك النقطة الثالثة والمهمة إنه نعرفها ونطبقها علشان نقدر نتحكم في شهيتنا للجوع خلال فترة الدايت أو في يومنا العادي، هو إنه ناكل العناصر الغذائية الأساسية اللي الجسم بحاجة إلها من بروتين وكربوهيدرات ودهون صحية. وبهيك إحنا بنكون إن شاء الله قدرنا إنه نقمع شهيتنا للجوع بأكثر الوسائل الصحية والسهلة بدون أدوية وبدون علاجات تانية. هلأ زي ما وعدتكم بعنوان الفيديو إني هحكي لكم بعض المشروبات اللي حتساعدكم في قمع شهيتكم وبتقلل من شعوركم بالجوع خلال اليوم، علشان نقدر نكون لمينا الموضوع من جميع الجوانب وتقدر تستفيدوا من الفيديو بأكثر طريقة ممكنة. من أهم وأول المشروبات اللي إحنا ممكن تساعدنا في إنها تقلل من شعورنا بالجوع وتقمع شهيتنا
وهي الزنجبيل الأخضر. نشرب الزنجبيل الأخضر قبل الوجبات تبعتنا بكميات معتدلة، هذا كتير بيساعد على تقليل شعورنا بالجوع، لأنه الزنجبيل عنده قابلية لرفع هرمون الليبتين وتوصيل المسج تبعته للمخ بطريقة كتير قوية وسريعة. عن جد جربوها، يمكن كتير بتسمعوا عن وصفات بتسد الشهية وعن أعشاب وخلطات، ولكن اسمعوا مني وجربوا تشربوا الزنجبيل الأخضر خلال فترة الدايت أو في أيامكم العادية. وبالمناسبة هو يعتبر مشروب صحي وبيرفع من المناعة وله فوائد كتير تانية غير إنها بتقمع الشهية أو بتقلل من شعورنا بالجوع. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي لكم عنها وهي لو إحنا في يوم حسينا إنه محتاجين ناكل سكريات وكنا قبلها ماخدين وجبتنا العادية وحسينا إنه إحنا محتاجين لحاجة مسكرة ناكلها، حاولوا تشربوا مية قبل ما تروحوا تاكلوا أي حاجة حلوة. جربوها وراح تدعوا لي، لأنه بتكون الإشارة واصلة للمخ بطريقة غلط، الجسم بيكون عطشان فبيفسرها المخ على إنه بحاجة لسكريات مثل ما حكيت لكم. اشربوا قبل ما تاكلوا الشغلة الحلوة مية واستنوا شوية حالكم وصدقوني راح تدعوا لي. برضو من المشروبات الثانية اللي بتساعد على قمع الشهية وتقليل شعورنا بالجوع هي القهوة السادة. القهوة السادة وبدون سكر لو شربناها من فنجان لفنجانين باليوم بين الوجبات بتساعدنا برضو على سد الشهية وبتقلل من شعورنا بالجوع، ويمكن كتار منكم جربوا هذه الوصفة، بس ما تكتروا كتير من القهوة لأنه لو زادت عن حدها إلها أضرار. افهموا النصائح والنقاط اللي أنا ذكرتها بهذا الفيديو ولخصوها على الدفتر وحاولوا تطبقوها على أنفسكم، وإن شاء الله راح تستفيدوا كتير وراح يقل شعوركم بالجوع المستمر. بنهاية الفيديو بتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا للفيديو هذا لايك وشيروا الفيديو لعدد أكبر من الناس والمتابعين علشان يستفيدوا، لعل وعسى يكون في شخص بحاجة لهذا الفيديو وتكون الفايدة على إيديكم. وإذا أنتوا جداد بالقناة ما تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان دايما توصلكم فيديوهاتنا الجديدة وتستفيدوا معنا. هلقيت صار وقت أحكي لكم، مع السلامة.